على أساس ما رح تجي؟ إيه؟ بس منيح إني أجيت، لأنه سمعت كتير قصص. أي قصص؟ هدول الواقفين هونيك مو خالاتك؟ إيه؟ هلأ أنا وماشية سمعت حديثهم. شو سمعتي؟ باريش بيك، انت لساتك عايش بخطر، المافيا لهلا عم تلاحقك، زوج نيسان السبب، رجاله يلي تعرضوا لي مو هيك؟ ولهيك عصبتي؟ ماني معصبة بس أنا خايفة عليك، تخيل يرجعوا يؤذوك بشي طريقة، هالجماعة بينخاف منهم. طيب بركي أزوني، انت قلت لي انه هاي القصه خلصت. اهلين تيو. اهلين فيكي اصلي، قديشك طالع حلوه اليوم، تجنني. شكرا لك. صديقه وينو باريش؟ ما بعرف وين بيكون، تركني لحالي هون مثل المزهريه، شوفي لي وينو. تمام. وأخيراً. تسمحي لي بهالرقصة؟ من وين أنت إجيت هلأ؟ أكيد لا، بعد. هالمكان مثل حقل الألغام، لازم نبعد أصلي من هون بسرعة. بس كيف رح نقنعها تروح؟ ما بعرف. ماشي، أنا رح لاقي حل لهالقصة، لا تشغل بالك، أساساً أنا رح ضل معها اليوم، أنا بتصرف، خلص عادي. إيلايدا عم تستناك لترقصوا. أوف يا أنا، شو دخلني؟ في شي تايو؟ أه؟ لا ولا شي، بس مشاكل إلي علاقة بالشغل ما كنت مخبره فيها من قبل. باري شو رحت وتركتني لحالي؟ لا تواخذيني، بس صارت معي شغلة. ماشي ولا يهمك. قديش الجو حلو اليوم باريش، ولك أنا وياك عم نرقص مثل أيام زمان، وكل رفقاتنا حوالينا. عأساس بس موكلنا رح يجي، قام عزمتي كل الجامعة؟ حبيت شوفهم معنا بهاليوم هاد، لأني كتير مشتاقة لهديك الأيام. ليكي شو لابقين لبعضهن؟ ابدا مو حلوين سوا. وليش مو حلوين سوا؟ بالعكس تماما، وإلهم ذكريات كتير حلوه مع بعضهن. قولي لي بقى ليش مو لابقين؟ ببساطه لانه إيلايدا هو مهنه مريحه ابدا، وحتى ما بتقدري تهضميه بنوب. ايه قولي لي شو عم يصير؟ فجأة بتتركي الشغل؟ لا تاكل هم، هي رجعت. ما بيتصل الواحد وبيخبر انه رح يترك؟ ما بكذب عليك، تضايقت كتير منك. انا آسفة، الحق معك. اسمعي، رح تضلي هون، ما رح تروحي وتهربي، اتفقنا؟ اتفقنا. معقول ما كان لازم اجي يعني؟ شكله الاستاذ انزعج. لا شو هالحكي؟ أساساً هو اللي عزمك. ما بعرف بس هيك حسيت، ما تطلع بوشي. لا هالشي ما له علاقة فيكي، ما قلت لك إنه في مشاكل بالشغل هذا السبب، يعني مو منك، أنت ما إلك دخل بنوب، لا تشيلي هم. عطول كنت تحضر لي مفاجآت كتير حلوة بحفلة الربيع، لساتني عم بستنى مفاجأتك. إيلايدا أنا بعرفك منيح، بتحب تترك الموضوع مفاجأة مثل العادة. مفاجأة شو؟ نحن شركة وبس. طيب خلينا نشوف ضيوفنا هلأ.
ايه ليش ساكتة؟ شو احكي؟ قليلي شو السر؟ كيف هيك فجأة صرت كتير حلوة يعني؟ شكرا بسبب العم مظفر لبسني وخلاني روح اجباري على الكوافيرة. والله حاسة حالي عميلة متخفية. ايه واذا تعودي على هالشي طالعة بتجنني، مو مضطرة تتصرفي مثل الرجال لانك بتسوقي تاكسي. مين؟ شو؟ انا؟ ايه انت شوفيرة وبشبه الرجال؟ صبية بتسوق تاكسي وبتشبه الرجال؟ ما دخلني انت عم تحكي. يا الله 300 أخذيه؟ تتذكر الحكي من وين؟ 300 500 300 500. بس هاكان يا ولد، لك أنت شو عم تعمل؟ هذا هاكان رفيقنا. لك ليش الكل عم يقلي هالحكي اليوم؟ أنا ابن خالته لباريش وهذا البيت بيكون بيت وحقي طبيعي أحضر هاي الحفلة يعني. ومين بتكوني يا أميرة؟ هاكان أنا كنت عم حاكي هالحلوة بشي خصوصي كتير وقت اللي جيت أنت. تمام، وصلتني الرسالة، بمشي يعني؟ طيب ماشي، أنتوا احكوا كملوا. يلا روح. إيه؟ شو؟ شو هو الموضوع الخاص؟ عفواً؟ حبيبي تيو، شو الأخبار؟ شايفتك منيح كتير ابني، بتجنن بتجنن. لك مين هالبنت الحلوة اللي معك؟ ليكي يا خالتي، أنا كنت جاي أسأل هالبنت الحلوة شي، أمتي إجيتي. ماشي ابني، طيب أسألها. شو رح تسألها كنت؟ لا ما فيني، كنت عم أسألها سؤال خاص فأجيتي أنتي. عم يلا رح روحنا يلا. شو لطيفة هالخالة. كتير كتير، ما بتعرفي هالخالة شو لطيفة، مثل العسل. ايه؟ شو ايه أصلي؟ شو؟ شو؟ طيب أعطيني دقيقة رح أسألك هلأ يعني. لك ايه تمام خلص، لا تتوتر اسأل. وهي عم تسأل عنك. مين عم يسأل عني؟ الشخص يلي خجلان تسأل عنه. جول بنت طيوبة ونظيفة من جوا، هالبنت روحي وعمري، وانت رجال كتير منيح كمان، بعرف ما رح تزعلها. ايه واذا زعلتها انا رح اقتلك. لا اسمعيني، انت فهماني الموضوع غلط، ما كنت رح احكي بهالموضوع نهائيا. شو خطر لك اصلا انت؟ ما في داعي للخجل، ماني غريبة. ليك خطر على بالي شي تمام؟ انت طلع بالشاشة وإلا مفاجأة. شو عم تعملي انت؟ استنى. يا الله، شو عم تخيطي رموش زكي موران؟ لا مو هيك، برأيي حبيبي تيو بيحب الشغلات السادة أكتر. هو أساساً شخص متواضع كتير وبيحب الرواء. أصلي دقت لي فيديو. ايه ردي لنشوف الحفلة. استني لنزبط شكلنا، طالعين حلوين ما؟ ايه حلوين. أصلي شو حلوة. كيف طالعة؟ ورجيني فستانك وشعراتك. أصلي فرجيني فستانك. ليكي طلعي هالمكياج شو حلو كمان يا بنت. طلعي فيني، حدا مشهور عندك؟ شش طلعي فيني، ورجيني أنا، ورجيني، ديري هيك مثل المسلسلات. استنى يا بنات اهدوا، رح فرجيكم شبكن. هاي أصلي اسمعيني شوي تيو، شو لابس اليوم؟ لابس بدلة رسمية؟ ما بتعرفي قديش بتكون لابقت له البدلة، أكيد بيكون طالع جنتل. خلينا نشوفه. مفاجأة. تيو شو أنا مو هون؟ أنا مبلا ليكني. لابس بدلة رسمية كمان. جول تعي شوفي، شوفي تيو شو لابس وكيف طالع بالحفلة. أصلي تيو يلا انبسطوا بالحفلة. مع السلامة. باي باي. حلوة هالمفاجأة والله. وأنا كتير تفاجأت بصراحة يا أصلي. أنا رح جن من يلي صار. أوف رح جن والله. الواحد بيحكي قبل
بيبعت رسالة أو بيعمل أي شيء. انفضحت قدام الشب. هلأ عادي، ما استوعب عقل أختي المجنونة اللي قلتي لها يا يعني، وهي كانت عم تحاول تساعدك المخلوقة. اسمعي أرزو، سمع الشبك اللي حكيته عنه تمام؟ بعدين شوفي هالشكل، معقول يشوفني هيك هلأ؟ يا بنت انتي بتجنني، طلعي عيونك الحلوة بتكفي. قولي الحقيقة. عم قولي الحقيقة والله العظيم. بعدين ما حكاكي مبارح آخر الليل وقال لك واعترف لك إنه بيحبك كتير؟ يعني صار شي من هالحكي. يا الله، ليش كل الحلوين هون اليوم؟ إي ما شاء الله، إذا بيرقصها كان شاكر معي اليوم بهالحفلة، ندري علي لصوم 11 شهر. في حدا عم ينافسك، طلعي منيح. صادق عم تقرب شوي شوي. ما كان لازم تدعي الأنسة إلايدا للرقص هاكان، يعني ما فيك تفوز بقلبها بهي الطريقة. شو لازم أعمل يا صادقة؟ أنا قست، ساعديني. تعرف شو لازم تعمل حبيبي؟ أني أرقص معك صحيح؟ طيب رح أشرب شي وبرجع لك. ايه صح حكيك سيد حسن. انت منيح باريش؟ انا؟ ايه منيح. شو كنتي متوقعة؟ معقولة اقضي وقت مع الشوفيرة تبعه في عنده هاي الضيوف؟ او ممكن يتطلع بوشك؟ طب وانا يفترض كون ضيفة؟ بترجاكم تخلوني معكم أخي تيو. لزقت فيني مساعدة إلايدا وما خلتني لحظة لحالي، ما خلتني اتنفس. بعدين شو بصير إذا ضليت واقف معكم يعني؟ آه تيا حبيبي، ليش هكام معكم؟ ما في مشكلة، مو هيك يا روحي؟ ما حدا تسمم وما لقيتوا شي بالمشروب، ما صار مشاكل. لا خالتي، وأنتوا ليش تجمعتوا هون؟ أصلي شو رأيك نروح نرقص؟ ما رقصنا كل اليوم. تعالي يلا سلام، بشوفكن، تعالي نرقص. يلا يلا يلا. عمهلك تيو، شو بدك بالرقص هلأ؟ شوفي شو بدك. تعالي هو. لك مو وقتها هلأ تيو. اف ليش هيك جرتني شباك؟ لك حسيت حالي دخلت والله. انا تحمست زيادة، شكلي زودت معك صح؟ عفوا ما بيهمني الرقص تيو، اساسا انا مليت ورايحة على بيتي. والله جاد؟ يلا تعالي وصلك لك. طلع فيني، عم تحاول تتخلص مني يعني؟ نعم. ليك من أول ما أجيت وأنت غريب عم تجرني هون وهون وأخذتني على جنب وما خليت حدا يحاكيني. عن جد أنا مليت، وحتى المدير ما عم يطلع بوشي، عزمني مجاملة يعني. أنا راحة على البيت. تسمحي لي بهي الرقصة؟
كأنه متوتر شوي. ما بعرف أنا ليك مو متعودة على هالشغلات. شغلات شو؟ يعني هي الزينة وكل شي فخم ومرتب والناس غير، وإذا كان احتفال الشراكة هيك فكيف بيكون زواجكن؟ يعني شبه الزواج؟ آسفة ما بقصد. أصلي. نعم. أنا مو مضطر أعزم حدا مجاملة. لو ما كان بدي إياكي هون أنا ما كنت دعيتك. أسد الجبال. يلا بلعية. شو صار لك بنتي؟ شو هالمسحة هاي؟ ولا هذا كابوس؟ أكيد عم بحلم. للأسف ما نو حلم. شو صار؟ صابتة نوبة ربو ولا شو؟ ربو شو لك يا أختي؟ هاي صابتة نوبة غيرة. طلعي هون وشوفي. هو بتعرفي ترقصي؟ ليش استغربت؟ لأني بسوق تاكسي ما بيعني هالشي إني جاهلة، وحتى لو كنت ماني شاطرة مثلك بحاول دبر أموري. جوابك على راس لسانك على طول. قلي لي كيف رح نتعامل مع عنادك الكبير؟ سهلة، لا تسأل أسئلة ما بدك تسمع أجوبتها. بدك تستقيلي؟ هلأ لا، بس كل شي ممكن. يعني كل شي ممكن. شو رجعت هالبنت؟ للأسف يا أنسة إلايدا. طيب مين هالبنت؟ كيف يعني؟ معقول ما بتعرفوها؟ لا ما بعرفها. شو لازم أعرفها يعني؟ هاي البنت بتصيد لرجال الأغنياء، هي ما عندها كرامة ولا ذوق من قلعها من الشغل وبترجع. مزبوط، هذا بيعني إنها محامية ذكية، لهيك بيرجعها باريش على الشغل. شو؟ محامية شو؟ محامية شو؟ ما بتعرفوا شو بتشتغل؟ ليكو هاي البنت شوفور باريش. شوفور؟ كيف؟ هاي البنت شوفيرة معقول؟ ايه مدام، شوفيرة. شوفيرة بمعنى الكلمة، مانو مزح. معقول يكون في شوفيرة بجمالها؟ طبعاً ما في. معقول تكون هاي شوفور؟ بعدين شفت الفستان والمجوهرات اللي لابستهم؟ فيها تشتريهم الراتب شوفور؟ أكيد عم تضحك عليه لباريش. كيف يعني؟ يعني باريش بحب لهي البنت؟ شو عم تحكي؟ معقول يكون باريش ذوقه بشع لهالدرجة؟ لا، هالبنت أكيد عم تستغل باريش، أكيد. هلا هالبنت الحلوة والمحامية الذكية عم تستغل باريش؟ ما في شك. على فكرة باريش بحبكم، مو هيك ست هاندان؟ إيه لكن طبعاً بحبنا، أنا خالته مثل أمه يعني. وبما أنك مثل أمه، ليش ما عندك علم بهاي البنت؟ برأيكم الوضع مو غريب؟ عكلين، أنا رح أهتم بضيوفي، امشي. عن جد هالشي غريب. مزبوط هاندان، حتى أنت مستغربة. صح يا أختي، غريب طبعاً. ليش مخبي باريش هالبنت عنا لهلأ؟ قلتك واضح ليش مخبيها، ما شايفك كيف عم يرقص معها. ما أحلاهن.
طلعي عليها كيف متعلقة بباريش، عن جد ما عم بفهم شو عاجبه فيها لحتى متمسك فيها. ليكي نحن استخفينا فيها كتير، صار لازم نهجم ونشعل الحرب. هاي سرقت مني أحلى ليلة، أنا رح جن صديقة. وليش لحتى تجني؟ حماتك رح تحط إيدها بالموضوع أكيد. كيف يعني؟ هن بدهم يعملوا يلي ما قدرت أعمله؟ طبعاً، الخالات بيأسروا عليه، ما بيقدر أي رجال إنه يعارض هاي المرأة يلي ربته من صغره. هلأ هيك رأيك؟ انتظري وشوفي. رقص معي على غنية واحدة بس، ما عم صدق، ما عم صدق بنوط. أنا لازم روح على بيتي. أستاذ أنا رح وصل سراج الليل عبيتها. شو قلت؟ عم قول لازم أرجع أصلي عبيتها هلأ لأنها لفتت نظر الكل. تمام ماشي. ارجعي لوعيك أصلي، حطي عقلك براسك يا بنت، كل الموضوع إنكم رقصتوا سوا شبك. مرحبا، هاي أنا. أنتي بتشتغلي شوفيرة عند باريش؟ إيه صح، وأنتي خالته ما؟ إيه آسفة ما تعرفنا أنا أصلي. أهلاً يا روحي. أنا أحسن خالة عند باريش وأحلى وحدة طبعاً. تعالي نقعد، خلينا نقعد. عادي يلا. تعرفي شغلة؟ أنا بحياتي ما طلعت سئ السيارة لحالي، إنه الرجال بيعرفوا كل شيء وبيعملوا كل شيء لحال وبيكونوا عصبيين لما يعلمونا، ما عندهم صبر، بيتخانقوا كتير. فشو رأيك فيكي تعلميني السواقة أنتي ومنعمل مفاجأة لباريش؟ أنتي بتدربي ما؟ والله أنا ما بحب أمدح حالي، بس أنا بعلم بشكل كتير منيح، أنا علمت كل النسوان اللي عنا بالحارة وما بعصب أبداً. منيح لكان، اكتبي لي رقمك بسرعة. تمام. بس رح أقول لك شغلة، أخلي هالشي سري، بيناتنا اتفقنا، يعني ما بدي أي حدا يعرف، حابة أعمل فوتة درامية شوي، ومنه بتكون مفاجأة للكل. ماشي، عندي. اكتبي لي رقم تليفوني. تمام. سراج الليل؟ مرحبا. شوفي تيو، في مشكلة؟ لا، جيت لحتى أقول لك إذا كان بدك تروحي لوصلك. بروح، يلا جاية معك. بخاطرك. مع السلامة يا حلوة. إيه، يلا تعي، امشي. ليك بدي أسألك شي تيو، ليك أنت ما كنت عم تحكي مع هالبنت شغلات خاصة؟ يعني ما في شي بيناتكم صح؟ لا ما في شي خالتي، من وين بتطلعي أنت بهالحكي؟ ما في شي أبداً. أصلي؟ والله رح أقتلك يا بنت، أنت بس تعالي. لك خلاص بقى، رح راضيكي لما أوصل. تيو رح يوصلني، أنا اتصلت لخبرك إنه رح يجي إذا كان بدك تشوفي. شو؟ ماشي، لك أنتي بطلتي يا بنت، يلا ماشي بشوفكن باي. ليك كيف فاتوا بغيبوبة، حتى ما بعرف إذا الخالة نيشا نايمة. لا أنتوا فهمتوا الموضوع غلط، ما في هيك شي، القصة مو هيك بالمرة، الشي اللي ببالكن غلط. حلو ماشي لكان، يلا روح الحقها، لا تنطر البنت. ماشي حرام. ماشي يلا أنا رايح. سراج الليل. ها ليكني اجيت. اهلا انت يا بدك تترك الحفله وتروح توصلني؟ لا عادي والله انا مليت اصلا، بس شو كنتي عم تحكي مع الخاله جوا انت؟
ما رح قلك سر. سر؟ ما فيك تخبي سر مع هي الخالة، كل العالم رح تسمع فيه قريبا. امشي. انتي خالتي لساتك ما نمتي؟ وين بدي كون شو مفكرتيني رح نام مثل هالمهملين جوا وبنتي برا البيت؟ يلا يلا تعي لهون. مساء الخير. نورت الحارة يا ابني، والله عذبناك معنا. استغفر الله، عذاب شو؟ منحط اصلي بعيوننا نحن. أنا وميتين رح نعملكن زيارة شي يوم ابني، منه بتكون زيارة لنشكرك على اهتمامك، ومنه لنشوف غرفة بنتنا الحلوة، صح؟ أكيد أكيد، أهلا وسهلا، ناطرينكم، بس خبرونا قبل ما تجوا لحتى نستقبل أهل أصلي بشكل مرتب، وليكون عنا خبر بجيتكن يعني. بنتي حبيبة قلبي، بترفع لي راسي باللي بتختارن، برافو عليا حبيبة قلبي. تسلم يا تيو. بنتي تركتي شغلة شوفير التاكسي ما؟ غيري طريقة حكيك هاي. كل هالشياكة وهيك بتحكي؟ لا عادي، هيك منيح، نحن بالأساس هيك منحبها لأصلي. يلا لكان عن إذنكم سلموا على أخي ميتين، ماشي؟ يلا سلام. سلام يا ابني، تسلم، شكرا لك وتصبح على خير. وأنا لازم روح خالتي نيشة، تأخرت على البيت بتعرفي أنتي. روحي يا بنتي، الله معك، أنتي كنتي هون بدال أصلي، جول ما بتتركنا لحالنا أبدا وقت ما بتكون أصلي بالبيت. كأنك تعودتي يا أصلي أنك تضلي برات البيت لهذا الوقت المتأخر. اسمعيني، هي آخر مرة، أرزو صاير عم تغار منك، ما فيني التهي فيكي أنت وياها. ليكي ما حطوا البنت بالتخت لتنام منيح. فستانك كتير حلو يا عنتي الحلوة. أوه دخيل قلبة، أنا حبيبتي المزوقة، كيف بتتغزل فيني؟ ايش بك ستي؟ انتي عم تغلطي بانك عم تبهدلي المساعدة الاولى للمدير العام. يا نحلتي. امي. تعالي وقعدي معنا شوي، في شغلات لازم تعرفوها. خير احكي يلا، شي مو منيح؟ لا ما نو شي سيء، مشكلة صغيرة. اصلي اسمعي بنتي، اوعك تقليلي بدك تترك الشغل هلأ، وإذا تركت الشغل ما فيك ترجعي شوفيرة، اوعك تعمليها. بنوب ما رح أتركون أمي، بس أنا بشتغل شوفيرة من زمان كتير يا أمي، ليش هلأ؟ أصلي ليكو قديش يا حلوة، خلينا نشوفك كل فترة والتانية بهالفساتين هاي. تسلم يا أخي، شكرا إلك، كنت عم بحكي مع أمي بشغلة. عن جد يا أختي طالعة مثل القمر، هيك عم تضوي مثل الملاك، مثل الأميرات والله. شكرا اختي، هذا من ذوقك، بس خليني كفي حديثي مع امي. معليش امي. لا خلينا ناخذ لنا سيلفي، ما رح نشوفها هيك مره تانية. تعالي يلا. شو صار لك بنتي؟ جنيتي يعني؟ مو وقت اختي، اذا بتريدي خليني احكي كلمتين مع امك. شبك اذا رح تتركي هذا الشغل رح تجي وتشتغلي بالمقهى معنا، ما فيكي ترجعي تشتغلي شوفيره بقى، ما بسمح لك. يلا أختي بدنا ناخد سيلفي سوا، يلا ما رح تتصوري؟ يلا شيشيك، يلا أخي. يلا يا سراج الليل، تعالي معنا ستي لو سمحتي. يلا قربوا لا تزعلوا لي بنتي. وأنا بيتي صار هون، بس نلف على اليسار، بس خلينا ما نكمل عباب البيت أحسن، منشان ما يشوفنا أبي والجيران منتبهدل وقتها. اسمع دقيقة، هاي إلك.
انت تحكي معي حكي كتير بيفرحني. مين انا؟ ايه انت. انا ما فيني احكي مثلك، يلي بعرفه هو السنارة والخيط، ولهيك حبيت جاوب عليك من خلال شغلة بعرفها. يا هاد أخي، هرب هرب فورا. ما قلتي الجواب شو؟ لك تخبى. من شو؟ قال هرب. ما عم أفهم شي. اشتقت لك يا روحي أنت، عم قلتي عنك كتير بآخر فترة يا نحلتي الحلوة. يا ريت لو بترجعي تسوقي. وليش بقى؟ كنتي تاخديني مشاوير بالتاكسي، كانت كتير حلوة. أنا لساتني شوفيرة، بتعرفي هالشي؟ كيف يعني؟ أنا عم بشتغل مع محامي يا روحي، بالحقيقة أنا شوفيرته هلأ. عن جد؟ إيه، أمي رح تعصب مزبوط؟ إيه والله، رح تاكلي ضربة بالشحاطة. بعرف، بس أنا حبيت هالشغل كتير حبيبتي، ما بدي أتركه أبداً. بس يمكن أمي ما تسمح لي، سمعتي شو حكيت قبل؟ لا 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 تخافي، لأنه أنا معك على طول. يا روح قلبي أنتي. أخ حبيبة قلب عمتة، نحلتي أنتي. أوف. ابني باريش، مين كانت هالبنت الحلوة اللي رقصت معك؟ رح موت لعرفها مين هي من الشركة؟ لا تحرجيني خالتي، أكيد بتعرفي مين بتكون هي. يا حبيبي إذا عرفت من الناس شي وإذا عرفت منك شي تاني تماماً صح؟ لأنه هذا الشي ما بيصير عنا بالعادة، يعني نحن استغربنا إنه بنت بتشتغل شوفيرة، إيه مو متعودين على هيك شي؟ كانت تشتغل على تاكسي وأنا بحاجة شوفير يكون معي بالشغل، فما في شي خليكم تقلقوا أو تسألوني وتحققوا معي. فهمتوا علي يا حلوين؟ فهمنا يا ابني. إيه صح. يلا بخاطركم، مع السلامة. ايه بخافوا بيقلق الواحد وقت بيسمع هيك حكي، مو هيك اختي؟ يعني ايه اذا طلع يلي قالته ايلايدا صح، رح فرجي هاي البنت شي ما شافته بحياتها. والله لا تضحكي على حالك، شو ما شفتي هو مع كم وحده رقص اليوم؟ لا بس هدوليك الموكلين ومجبور يجاملون، بس ما كان مجبور يرقص معي. نحن رقصنا كان كتير حلو. إيه ليش لا؟ يمكن تزبط. أيه. كانت بتاخد العقل. معقول سهر كتير بعد ما رحت أنا بالليل؟ لهيك ما فاق؟ لا أنا يلي اجيت بكير. البرق الأسود، شو صار لك حبيبتي؟ ما اهتموا فيكي. أخ يا روحي أنتي توسختي كتير، ما بيصير ما ينطفوكي. استني أكيد ما شبعتي حكي مع تيو.
صار وقت النطفك. امتى بدها تجي هي يا ترى؟ وهلا رح نطفك ورح تلمعي يا برقي الاسود. اوف شوب كتير مو هيك؟ هاكان هاكان يلا يا اخي اعود، شو نسيت شو وعدنا الزلمه امبارح انه نحل القصه وما حليناها لهلا. يلا قوم عنا شغل كتير، يلا تفضل. اخي ليش كسرت له قلبه كمان؟ يلا قوم غسل وشك واسرع، عنا شغل كتير. يلا يلا اسرع هاكان اتحرك. يلا رح تموتني من اهمالك. معقول؟ لتكون إلايدا حجزت البيك ومنعته يطلع؟ يمكن جبرته يضل بالقوة. إن شاء الله ما يكون صاير هيك شي. أوف، وحدة مجنونة وغبية مفكرة حالها شي ملكة متوجة، وقال أنا بنت الراعي المسكينة. طمنيني صار لك شي؟ لا بس تبللت شوي. وليش عم تغسليها انت؟ مو شغلتك هي؟ ايه جيت اليوم بكير على الشغل وشفت البرق الاسود كانت وسخة وبدها تنظيف، قلت بغسلها انا. البرق الاسود بالأول. صباح الخير. صباح النور. يا الله عبيت حالي هلأ، يا الله شو هاد؟ عندي آلة تنشيف بس بدها شي ساعة، ما معك تياب زيادة؟ في معي بس فستان. ايه ويزا بتدبري حالك اليوم، وبعدين الفستان بيلبق لك. يلا تعي نشفي حالك. يلا.
شو بعمل هلا؟ شو بدك تعملي؟ منفوت لجوا ومننشف حالنا مع بعضنا؟ اي طبعا مع بعض. في عنا حمامين، تعالي، في سشوار ومنشفة وكل شيء، ومنحط تيابك بالغسيل كمان، خديهن المسا. شكرا باريش بيك. باريش بيك؟ باريش بيك؟ باريش بيك وين السشوار؟ وينك؟ أكيد الرجال بالحمام. شو بك أصلي؟ أصلي؟ أصلي كنتي عم بتناديلي شي؟ نعم. أنا كنت عم دور على السيشوار، دورت بكل محل حتى لقيته، بس ما شفت شي تاني وما كنت عم بتطلع على أي شي، يعني أخذت بس السيشوار. أي خلص منيح. عرفت هاي البنت أخي تيو؟ عرفتها؟ هذا الرجال اللي هون تحرش فيها وانت بعد دخلت وسيطرت على الوضع. برافو عليك، هيك بالضبط، حطولنا مخدر بالعصير تبعنا وبعد هيك سرقونا. عن جد؟ والله أنا صرت رح بعد عن كل البنات اللي ما بعرفهن يا تيو. تمام، منيح يا هاكان، وخليك عم تطلع لنشوف إذا رح تتذكر شي تاني. ايه عجبني بس عم دوخ. شو هاد؟ شو اسمك انتي؟ اوه الملاك الازرق. الملاك الازرق هي سرقت سيارتي وهي اللي ضربت البنت الصغيرة، عرفتها؟ والله تذكرت، هي الملاك الازرق، هي البنت الملاك. انت متأكد يا ولد؟ ما منقدر نتحمل خطأ او كذبة تاني، فانتبه. انت متأكد؟ اخي بحلف لك اني متأكد، والله هي الملاك الازرق يلي كانت بعيد ميلادي. طيب ليش ما تذكرت هالشي من قبل؟ شو بيعرفني يا اخي، كان شعرها بالوان تانية، وكمان ما شفت هالبنت غير كم ثانية يومتها. عم اقول لك هي، والله ما مصدقني دور عليها، اسمها الملاك الازرق. اخي البطل، اذا كان هذا الحكي صحيح فيك تطلب مني يلي بدك يا ماشي. بدي إيه هيدا داش؟ بدي إياها أخي تيو، بدي إياها. شو بك أنت هاكان؟ شو مفكرني لك أخي؟ لا بقى تطلب مني شي، انسحبت، رجع نام. يلا سلام. كأني كترت شوي. هيك صار أحلى.
خدي هدول مفاتيحك. وحاجة تضيعيون. تمام. منيح هالمرة ما رميت لي المفاتيح. صارت معك مشكلة امبارح مع أهلك يعني؟ قصدي لأنه تأخرتي برا البيت؟ لا أبداً، كنت بالبيت بعد ربع ساعة تقريباً، هو الوقت متأخر وأمي كانت ناطرة على الباب. بالمناسبة نحن انتقلنا، غيرنا موقع الشركة، هلأ بيبعتوا لك الموقع الجديد. ليش نقلتوها هلأ؟ لا حتى ما تلاقيني. ضحكتني. لك أنا بس بدي أعرف كيف كبيتي السطل على حالك وإنتي رافع البنطلون وعم تغسلي السيارة؟ لأنه أنت أجيت بشكل... كيف أجيت؟ هو جيت فجأة. غيرنا الموقع لأنه الشركة صغرت هلأ، يعني بعد ما اشتغلتي معنا